السلام عليكم. بكاء وانهيار احمد فاروق الفيشاوي بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الالفي، اوصته بوصية هو اعلنها طبعا على صفحته الشخصية موقع انستجرام ورسائل ليها بعد كم الشماتة في مرضها، وان ده عقاب من ربنا وذنب علشان هي اتكلمت على حد ميت وقالت اسرار ما ينفعش تقولها بما معناه يعني ان الله حليم ستار. هنتكلم في الموضوع وكمان هنعرف ايه مرضها ووضعها الصحي الحالي وليه الجمهور بيقول ان ده عقاب وذنب من ربنا، بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احمد فاروق الفيشاوي اعلن طبعا على صفحته الشخصية مرض والدته الفنانة سمية الالفي. معروف عن الفنانة سمية الالفي انها كانت بتحب جدا جدا زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، وكمان هي ادوارها محترمة ما بنشوفهاش في دور مبتذل او خادش للحياة، طول وقتها دايما بتعمل أعمال محترمة. وهي بتعمل الفحوصات العادية فوجئت إنها عندها مرض طبعا خطير وهو مرض سرطان الثدي، والمشكلة إن هو للأسف من الدرجة الرابعة، اكتشفته في مراحل متأخرة جدا جدا، علشان كده الأطباء طلبوا منها إجراء جراحة عاجلة في نفس اليوم اللي اكتشفت فيه المرض. وبالفعل دخلت أوضة العمليات وعملت العملية وشالت الورم، ولكن وضعها فيما بعد ذلك هو اللي غير مستقر بالمرة. أخوها طالب الجمهور والناس بالدعاء ليها بإلحاح شديد جدا جدا، وقال إن الوضع حرج داخل العناية المركزة، وقال أتمنى تدعو لها كتير قوي قوي. طيب ليه في ناس بتقول إن ده ذنب وعقاب من ربنا، خصوصا إنها عندها نفس المرض اللي توفى به الفنان فاروق الفيشاوي؟ طبعا ده بسبب إنها طلعت مع وفاء الكيلاني واتكلمت في كلام معين على الفنان فاروق اللي هو كان زوجها، لكن هي اتكلمت كلام الكل عارفه، هي ما قفشتش سر. طبعا هو نفسه كان بيعترف ان هو فعلا كان مدمن للكحول وللمخدرات في فترات طويلة جدا من حياته، وكمان اعترف ان هو كان بيحب الستات. هي قالت الكلام ده، قالت انا استحملته كتير، بالعكس ده انتوا المفروض نقول لها شكرا انك قد ايه ست اصيلة، كانت دايما بتقوله نزوة وهتعدي، كانت دايما بتسامحه على الرغم ان الموضوع كان بيجرحها. قالت انا كنت بحبه وكنت عارفة ان هو بيحب ليلى علوي، وكان بيكتب ليها جوابات كنت بشوفها بعناية، وطلبت منه قلت له روح اتجوزها وانا مش زعلانة، ولكن هو قال لها انا مش حابب اعمل فيكي كده. طيب انتوا ليه بتقولوا ان ربنا بيعاقبها؟ ليه الناس كلها بتقول ان خلاص يعني اذكروا محاسن موتاكم؟ الكلام ده لو هي بتقول سر غير معلن عنه، لكن هو بيعترف بالكلام ده. ما فيش حاجة اسمها المرض عقاب من ربنا، ربنا لما بيحب عبد بيبتليه، ويمكن البلاء بيخفف من العقاب ومن الحساب. يبقى احنا نقول لها ربنا يشفيكي. كمان هي اوصت ابنها احمد انه يعترف بابنه لو هو فعلا ابنه، يعني هو كان ليه نزوة في حياته، في زوجته قالت ان هو خلف منها ولد وهو مش عايز يعترف بيه، قالت اتمنى ما يكونش ابنه علشان ما يكونش اتربى بعيد عنه ولا يوم واحد، وقالت لاحمد لو هو فعلا ابنك يا ريت تعترف بيه. احمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، طبعا هي ده صورة عمر لان احمد الفيشاوي كل الناس عارفة طبعا بحكم ان هو ممثل، قال على صفحته الشخصية ادعوا للفنانة سمية الالفي، هي الان داخل العناية المركزة. هي الحمد لله دلوقتي يا جماعة خرجت من العمليات، ولكن ما زالت تحت الرعاية المشددة، وهناك احتمال كمان انها خلال الايام اللي جاية هتجري عملية جراحية جديدة. هي في امس الحاجة للدعاء مش في الشماتة، احنا مش من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا من ديننا ان نشوف حد بيشمت في مريض، كلنا معرضين لذلك. انا مش بفتي وانا مش احسن من حد، ولكن احنا عارفين ده. اتمنى من حضراتكم تدعو لها بالشفاء العاجل، ورد طبعا صعب، ورم صعب طبعا، بس الحمد لله بإذن الله هتكون أحسن. ربنا يشفيها ويشفي كل مرضى السرطان. السلام عليكم.